آه يا بياني، يلا أيام وعدت، عدت من جوه سنين لا أنا دريت بيها ولا هي دريت بيا. بس في يوم من الأيام، حتى مش عارف اشمعنى، لقيت نفسي ولا لايق على دين ولا على دنيا. ليه كده يا زمن تظلم وتكيل بمكيالين؟ ده حجر أخو أصهر ابن خالتي الكبير، اللي كان زمان سافر مع فرانسوا وروبير، سامع انه دلوقتي واقف فارد ظهره، بيحضن شمس امون ورع مساه قبل نهاره، الكل بيجاوره ويسعد حتى بالوقفه قدامه، يا هناه يا سعده. بس يا ترى يا هل ترى مبسوط يا تير يا مهاجر، ولا كان احسن لك جيره ام عبده المقاول؟ مش عايزه اتحسر على الايام ولا أسأل الزمان ليه كده يا زمان، بس لسه مش فاهم إيه الحكمة في إنهم مشوا كلهم وسابوني أنا هنا. يا ترى سايبيني عشان أتهان، ولا سايبيني أكون عبرة للزمان؟ على كل حال عندي أمل إنه في يوم من الأيام تيجي إيد تشيل من عليا غبار الزمان، وتقول لي يا أثر عرفتك، انت اللي بناك جدي ابو امي في سالف العصر والاوان، انت اللي ترصت حجارتك بايدين الجدعان، انت اللي كيانك من كياني، انت اللي قيمتك من قيمتي، انت اللي حجارتك حصني واماني، انت اللي فات صح، بس انت برضو ابو دلوقتي ويامه وامل عبده وغيره على سكه السلامه.